اتنين، ليس من مصلحة مصر سقوط تركيا. لازم نفرق بين أردوغان كخصم لمصر والمصريين وبين تركيا كدولة صديقة وأساسية في المنطقة. أردوغان كتير جدا نتيجة الاستياء ربما تمنوا سقوط نظامه وسقوط أردوغان وخروجه من الحياة السياسية. ولا شك زي ما قلت مرارا قبل كده لحضراتكم إن أردوغان بقى عبء على نفسه وعلى وطنه، بقى عبء على الأمة بكاملها. إنما ده ما يخليناش نفكر للحظة إن سقوط تركيا أو انهيار تركيا أو تحول تركيا إلى دولة فاشلة ده يكون في مصلحة مصر إطلاقا. الدولة التركية دولة مهمة ومركزية وأساسية، وعاملة توازن كبير جدا مع إيران ومع إسرائيل. وسقوط تركيا معناه توحش دور إسرائيل وتوحش دور إيران. وسقوط تركيا معناه خطر على السعودية والخليج، ومعناه عبء ضخم جدا على الأمن القومي المصري. تخيل لا قدر الله وانت عندك الوضع في سوريا وجنبه الوضع في العراق، لو أضيف عليه بقى دولة كبيرة جدا فيها جيش كبير جدا وعدد سكان كبير زي تركيا، لو لا قدر الله انهارت الدولة في تركيا أو دخلت في حرب أهلية أو انقسم الجيش وعمل كارثة نتيجة صدام عسكري مباشر، أو الأكراد دخلوا في حرب مفتوحة في المدن والقرى ضد النظام التركي، لو حصل أن العلويين أيضا دخلوا في هذه المعادلة، لو دخل الشيوعيين والليبراليين في هذه المعادلة، تركيا دولة قايمة على تركيبة صعبة. لو انهارت هذه التركيبة هتنهار الدولة. لو انهارت الدولة التركية ده معناه فورا إيران إلى أعلى وإسرائيل إلى أعلى، وده معناه عبء ضخم على الدولة المصرية وعبء كبير جدا على الأمة العربية والإسلامية. إذا كان كثيرون يتمنون سقوط أردوغان، وقد يكون خروج أردوغان من الحياة السياسية، مش قد يكون، قطعا خروج أردوغان من الحياة السياسية في مصلحة تركيا ومصلحة الجميع، لكن سقوط الدولة التركية ليس في مصلحة أحد إلا إسرائيل وإيران. ليس من مصلحة مصر سقوط تركيا.